وصلنا لمحطتنا الأخيرة. ومن وين محطتنا؟ ميسان، محطتنا الأخيرة اليوم مع النشاط والحيوية وكيف فينا نعالج موضوع الاكتئاب عن طريق الغذاء وما تأثير الرياضة. أسئلة رح يجاوبنا عليها الكابتن جورج المعلم، دكتوراه بالثقافة البدنية وعلم الغذاء. يسعد صباحك كابتن. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية وميلاد مجيد إن شاء الله، وينعاد عليكم وعلى الجميع وعلى بلدنا الغالي. ينعاد عليك يا رب. وعليك إن شاء يسعد الله. صباحك وصباحي. كابتن، يعني دائما العالم بتقول أنا عندي اكتئاب، بس هن يمكن ما بيكونوا عارفانين شو هو صح. الاكتئاب بشكله الله صحيح. شو تعريف الاكتئاب؟ هلا مثل ما تفضلتي حضرتك، كثير نحن بنسمع او اذا واحد متضايق له يومين او ثلاثه او صاير منظر بيقول لك انا مكتئب. هلا ممكن يكون ايه، بس اما نحن هذا مصطلح نحن. هلا تعريف الاكتئاب اذا بدنا نعرفه بشكل علمي دقيق، هو عبارة عن مرض بالنهاية بيصيب كل الجسم، بيصيب الجسد، بيصيب الجهاز العصبي، بيأثر على المزاج، على الأفكار، على السلوك، على طريقة النوم، على طريقة الطعام، تعاملنا مع ذاتنا، تعاملنا مع المحيط والآخرين اللي حوالينا. طبعا له أنواع كتير كبيرة متعددة، له تأثيرات كتير كبيرة، له أسباب كتير كبيرة، ممكن يدوم لأسابيع، ممكن أشهر، ممكن سنين. بالعاده نحن بنلاحظ المكتئب او المكتئب الحقيقي، يعني المكتئبون بينسحبوا من المجتمع، بيتخبوا. كيف؟ بمعنى انه ما بيقعدوا بيشعروا باي شيء، لا بفرح لا بسعاده لا بتفاؤل، بيحاولوا دائما يضلوا بعيد، يتخبوا، يختفوا، يعني ما بيحبوا يتعاملوا مع حدا، ما بيحبوا يتعاملوا مع بشغلهم بوظائفهم. فعم بيبين المصاب بالاكتئاب وخصوصا بدرجات متطوره، لانه حتى الاكتئاب له درجات مثل اي مرض. اتفقنا احنا هو مرض بالنهايه، له علاج وله اسباب وله مشاكل، ويفضل الاهتمام بهيدي الموضوع، ما نستهين فيه، لانه هو مرض كتير كبير ومرض خطير، يعني بيؤدي لمشاكل كتير كبيره. فنحن ننتبه وقت نحس انه انا مكتئب ومكتئب حقيقي. برجع باكد لكم، مو اذا مر علي انه يومين او ثلاث ايام تماما، يعني زعلان من موقف معين، متخانق انا و ما فوت بالحاله تبع الاكتئاب تماما، ما فوت. اكيد هو ما هي حاله معينه، داخلي شوي تعبان شوي، عندي ضغوط شغل شوي، هي ممكن. بس اما بالنهايه ننتبه، الاكتئاب شغله كبيره. كابتن، في كثير من الاشخاص يمكن بيجوا على الشغل بيقولوا انا اليوم ما حدا يحاكيني، حاسه بشويه اكتئاب، او اليوم مكتئبه، او ما عم بالي اعمل شيء، حاسه بشويه اكتئاب. ليش نحن دائما بنحس حالنا انه مكتئبين بس نحن لسه ما فتنا بالحاله؟ مثل ما ذكرت لنا انه موضوع الاكتئاب موضوع كثير كبير. برافو عليك يا جد. فعلا نحن دائما بنحس بمساله، وهي انه انا مدري شو بني، يعني ما سالنا حالنا دائما، نحن نسال حالنا انه انا اليوم مدري شو بني او ما بعرف شو حاسس، احساس عدم الراحه. حتى ممكن يجي شخص مثلا قريب عليك انه شبك احكي لي، او فعلا انا ما بعرف شو بني، بس بني شيء ماني مبسوط او ماني رايق. ليش مكتئب اليوم؟ يعني ما بيعرف، بيبقى مو عارفان، علما انه له كثير اعراض وله كثير اسباب. يعني انا ممكن اذا بدنا نعد اسباب للاكتئاب، في عندنا كثير اسباب، وفي وبتكون احيانا متعدده او متباينه. وعلى فكره مرض الاكتئاب بشكل خاص يعني ما نعرف له سبب رئيسي نظامي 100%، ما توضح له 100%. بس اما اذا بدنا نعد اسباب كثير، مثلا على راسها ضغوط الحياه اليوميه اللي احنا عايشين فيها، التوتر، الستريس، كلنا عنا يا بعتقد مشكله، شو بدي اقول لك، يعني مشكله ما بالحياه مثلا، او حاله سيئه، حاله حزينه، حاله شيء ممكن تسبب لنا هيك. احيانا بكون حاله بشيء له علاقه بالمخ، اضطراب كيميائي بالمخ، او بعض مشاكل الغده الدرقيه تسبب هيك. كيف، شو بدي اخبركم شغله مهمه، مثلا تناول السكر، اللي بيتناول سكر كثير بانواعه بسبب له اكتئاب. انتبه، اذا كان غذائنا غير صحي، او في نقص بالتغذيه او سوء تغذيه، كمان ممكن يسبب نقص بعض الفيتامينات بسبب اكتئاب، بيسبب نوعا ما. اكيد تماما، عم بقول لك يعني دائما في سبب احيانا بكون عده اسباب. ببقى مضغوط، عم بتناول سكر كثير، عندي مشكله معينه بحياتي، في شيء مشكله مرضيه ممكن، ما بتمارس تمرينات الرياضيه اللي هلا بدي احكي عنها قديش ما هي مهمه، ممكن يكون في، بعيد الشر عن الجميع، مرض عضوي خطير بسبب لي اكتئاب. احيانا الحساسيه بسبب الاكتئاب، احيانا سلامه قلبك وتقومي بالسلامه، الحمل تسلم بسبب اكتئاب، وبالذات بدايات الحمل لانه تغيرت على السيده كثير نظام بحياتها بكل شيء. حتى بدي اخبركم نقطه مهمه، هي مساله الوراثه. يعني نحن بنلاحظ معظم الاشخاص اللي بتصيبها نوبات متكرره من الاكتئاب بيكون
احد الوالدين الاب او الام او الوالدين مع بعض عندهم هيدي المشكله. يعني لما بيكون اهل بيعانوا من اكتئاب، اكتئاب حقيقي، مرض الاكتئاب وليس داخل لنا يومين ثلاثه مثل ما حكينا من شوي، هذا الشيء بيرفع نسبه 50% انه الاولاد يصيبون هاي المشكله. فننتبه نحن اذا كان عندنا هالمشكله ننتبه على اولادنا، لانه ممكن بشكل او باخر تنعكس عليهم. فاذا لاحظتوا عندي كثير اسباب فننتبه عليها. كابتن، بما انه ذكرنا موضوع الغذاء وذكرت لنا انه تناول السكر، خلينا نحكي عن دور الغذاء بموضوع الاكتئاب، كيف فينا نحارب عن طريق التغذية الاكتئاب؟ طيب، بس شو رايك خبرك اول شيء بعض الاعراض حتى اذا نحن حسينا فيها نعرف حالنا، نعرف انه احنا فعلا اكتئاب. هلا لما انا اكون عندي اجهاد مزمن دائما، يعني دائما تعبان دائما تعبان، ممكن يكون هذا اعراض اكتئاب. لما يكون عندي مزاج على طول سيء، مو يومين ثلاث ايام، على طول سيء على طول سيء، ممكن اكون عم بعاني من الاكتئاب. لا قد المدة دكتور تقريبا؟ عفوا كفه. لا انا دكتور، معك تمام ولا يهمك ما في مشكله. مدة طويلة طبعا، مو يوم ولا يومين، اسابيع او اشهر لما انا عم بعاني من هالمشكلة، اني انا على طول حاسس بني شيء حاسس بني شيء، معناته انا فعلا ممكن يكون انا عم بعاني من اكتئاب. وطبعا له علاج، ودائما بقول كلمة انه احنا ما نتردد نروح عند الطبيب او المختص بهذه المسألة، لا هو غلط ولا هو عيب ابدا ابدا. الصداع الدائم، لما انا يصير عندي صداع دائم ممكن يكون اعراض اكتئاب. اي الام، الام ظهر مثلا، ما انا في عندي الام ظهر ممكن يكون سبب اكتئاب. يعني مشاكل كتير كبيرة واضحة بتبين على الشخص، بس شرط انه تكون مستمرة، ما هي مثل ما خبرتكم وبرجع بحكيها وبعيدها. لان دائما احنا بنسمعها مثل ما تفضلتوا انه انا اليوم داخل، اليوم مزعوج، اليومين مدري شو بني. هلا هي مسألة عادية، هي مسألة عادية، شوية ضغط بالشغل، شوية اذا يوم ما بنام منيح ممكن حس انا بهذا الاحساس. وكلنا عنا هيدي القصص بعتقد بدون استثناء. يعني انا اخترت الموضوع اليوم هيدا لانه موضوع بعتقد الكل عم بيعاني منه، انا اول واحد عم بعاني. حقيقة يمكن ما يكون يعرف انه هو عنده اكتئاب. تماما تماما، بيقول لك يكون عاني من اعراض بس ما بيعرف شو سبب هي الاعراض، ممكن اعراض جسدية. تماما، ومعظمها هي مشكلة اعراض نفسية، انه هو عبارة عن مرض نفسي اكثر ما هو، بس اما بينعكس على الجسد والجسد بينعكس على الفرز، بالنهاية هن متصلين بعضهم البعض، ما فينا نفصلهم. يعني مثل ما خبرتك بالبداية، يعني أنا بعيد الشر إذا عندي شيء مرض خطير أو علاجه صعب أو طويل أو الأخري حيسبب لي اكتئاب. مشان هيك نحن بنشوف اللي عندهم هيدي الأمراض بيبقى شوي مزاجهم ما إنه كتير منيح، نتحمله ونطول بالنا عليه، لأنه نقعد محله رح نشعر هني شو عم بيشعروا. شفتوا كيف؟ يعني ما نسهل المسألة، ما نبسطها. إذا أنا ماني حاسس باللي أنت عم تحسي مو معناتها ما في مشكلة، لا في مشكلة أكيد، ما بضرر أنا حس فيها. عرفت شو القصد؟ نرجع لهالموضوع المهم كثير بقى، لان احنا هلا بدنا نشوف حل لهالمساله. يعني احنا اعتبرنا انه احنا صابنا هذا الاكتئاب بشكل او باخر، بغض النظر عن تاثيراته او مدى او تطوره. صدقوني بعض الاشياء البسيطه اللي انا بخبر عنها نحن اذا بنتبع بحياتنا ونتبع يا ريت بشكل دائم، هتكون حل كثير مشاكلنا، مشاكل جسديه وصحيه ونفسيه. يعني على رأس أنا لما بتناول بعض الأعشاب، مثل الأعشاب كتير مهمة رح تساعدني على حل المشكلة. ممكن أنا أعدلكم بعض الأعشاب اللي بتفيد هذه المسألة بشكل خاص. بس قبل ما أعد أنه بدي أكد على نقطة، نحن دائما منقول أو برأينا أنه مدام شغلة عشبية أو دواء عشبي ففينا ناخده ما في أي مشكلة. لا، فيني خبركم أنه لا، معظم الأدوية العشبية ولو كانت بسيطة لا ما فينا ناخدها كيف ما بدنا، إذا ما لها تأثيرات، إذا ما بتفيد ما بتضر. لا بتضر، ممكن كتير بتضر. يعني على سبيل المثال، من الأدوية المهمة العشبية هو مادة الجينسينج، هو عبارة عن عشبة كتير مهمة وكتير مفيدة، بتعطي نشاط للجسم وللطاقة وللذهن. بس يعني مثلا على سبيل المثال إذا عندي ارتفاع ضغط الدم أو عندي مشاكل قلبية أو أي مشاكل تانية داخلية ما بيصير أنا آخذه. فما فيني أقول، يعني عرفت شو الفكرة؟ بدأ أخصائي دائما بأي شيء. أكيد طبعا، يعني حتى لو لا، لأن إحنا دائما أنا بسمعه انه عشبي ما في مشكله، اذا ما فادك ما بيضر. لا، اذا ما فادك ممكن يضر وممكن لا، بس احنا دائما ننتبه. حتى ابسط الامور العشبيه، على سبيل المثال مثلا ماده مفيده جدا للمساله النعنع. النعنع اللي كنا بنعرفه مشروب رائع، طبعا عم نحكي عن مشروب مثل شاي، يعني عشبي، شاي العشبي. الزنجبيل مهم جدا ومفيد جدا. عشبه الجينكي او جينكو بيلوفا بنسميها جيده. عشبه اسمها عشبه البلسم او بلسم الليمون. طبعا موجودين كل هيدي الاعشاب على شكل اعشاب، حتى في بعض منا موجودين على شكل
أقراص وكبسولات. هلا نحن عم نعد الأعشاب الأساسية. الأعشاب الأساسية اللي بناخذها على شكل شاي. أوكي شو كمان؟ بننقعش يعني بننقعه مثل ما بننقع الشاي نشربه. نعم زنجبيل. حكينا النعنع، حكينا الزنجبيل، حكينا الجينكي أو جينكو بيلوبا، حكينا على عشبة، بس ننتبه كمان هيدي العرق سوس مهمة جدا مفيدة جدا، بس ما ناخذها أكثر من أسبوع متواصل ورا بعض ممكن ترفع الضغط. برافو عليك. مشان هيك نحن كنا نحكي دائما بشهر رمضان باعتبار أكثر شيء بنشتغل بشهر رمضان إنه ما ناخذها بشكل متواصل، لأنه أكيد بأكد لك ترفع الضغط، خصوصا الأشخاص اللي عندهم قابلية بارتفاع ضغط الدم. بالإضافة للأعشاب أنا بنصح اللي بدون أهم الأعشاب تقريبا ما ولا نسيت شيء عشبة معينة، بس أما أهم شيء واللي متوفرين متواجدين النعنع والجنكي والزنجبيل متوفرين وموجودين عندي، الفيتامينات مجموعة فيتامينات بي. هلا عم بحكي أنا هون على شكل متممات عم باخذها مو عن طريق الطعام، باخذها على شكل متممات أقراص أو كبسولات ومتوفرة كتير فيتامينات بي، ما بدي حتى وصفة طبية. مجموعة فيتامينات بي وفيتامين سي اللي نحن بنعرفه على شكل فوار، له عدة أشكال بس نحن بنعرفه على شكل فوار. ما في معنى بهالفترة اللي أنا حاسس فيها بهيدي الشيء من الاكتئاب بنسميه هالأسبوعين ثلاثة أو شهر أو أكثر شوي معلش ناخذها بكميات عالية شوية، بكميات جرعات عالية. من أهم المعادن اللي بتفيد هذه المسألة هي معدن الكالسيوم، معدن المغنيسيوم، معدن السيلينيوم. في معدن كتير مهم ونحن ضئيل وما بنعرفه كتير، هو علاج فعال بكل جدارة لمسألة الاكتئاب، اسمه الليثيوم. نحن ما عندنا منه هون على شكل أقراص، ما موجود، بس أما بأي دول تانية يعني أنا بس بجيب منهم بيروت طبعا مو لألي أو ممكن لألي يعني فبنصح فيه دائما، هو اسمه برجع بعيد الليثيوم، دواء فعال للغاية وعبارة عن معدن بس أما بياخد دور الدواء الكيماوي 100%. ختاما الرياضة بدنا نحكي بس عن الرياضة بأقصى سرعة، معنا وقت سديتين يلا معلش، هو لأنه موضوع طويل كثير كبير هذا بدي أحكي على نتناول الخضار والفواكه بشكل كثير كبير لما نحن بهذه الفترة، نبتعد عن الأغذية الغنية بالدهون المشبعة قد ما بنقدر، نبتعد عن السكر، حكينا السكر مساوئه، نبتعد عن الكحول والمشروبات الثانية المضرة، التدخين، الكافيين، نبتعد عنه بهذه الفترة عكس ما العالم تعمل. برافو تماما برافو. نتعود عنه بالمشروبات العشبية اللي حكيتها، الرياضة، ثم الرياضة 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 هي علاج فعال صدقوني لجميع أمراض الجسدية والنفسية. وأبسط أمور، أبسط بس شغلة هلا بحكيها أنا، أي إنسان فينا تعبان شوي أعصابه مزعوج متضايق إلى آخره، يطلع يمشي نص ساعة ساعة بيلاقي حاله ارتاح تماما، لأنه فرغ الطاقة السلبية اللي عنده. زائد الرياضة هي بتحرض هرمون الناقل العصبي اللي مسميه السيروتونين، اللي بيزيد من إفراز هذه المادة اللي بتعطيني شيء من السعادة، شيء من الفرح، شيء من الأمل. فتمرينات الرياضية علاج فعال للغاية صدقوني، بالذات لمسألة الاكتئاب. أي شخص بس يحس حاله مكتئب متضايق عنده شيء عنده مشكلة شو ما كانت تكون يجرب، بس عشرت أنه الرياضة المستمرة والمنتظمة لا يوم ولا يومين ولا بشكل منتظم. يعني معلومات كتير مهمة وصراحة الموضوع بينحكى عنه كتير أكيد بالحلقات القادمة إن شاء الله يمكن بنتوسع بالشرح عن هالموضوع مواضيع أخرى كبير ومهم للجميع. يعطيكم فعلا شكرا كتير لوجودك معنا اليوم كابتن وللمعلومات اللي قدمت لنا إياها.